جمعية مواهب للتربية الاجتماعية تتكرمكم من بين المكرمين في المؤتمر الوطني 16. يعني إلى جانب التكريم ديالكم، كيفاش تشوف العمل الجمعوي الآن في المغرب؟ أولا يمكن لي أن نشكر جمعية المواهب اللي كرمتني كرئيس أسبق الاتحاد المنظمة التربوية المغربية، وطبعا أنا سعيد بهذه اللحظة، خاصة وأنك كتيح فرصة تلقى مع جيل جديد في الحركة الجمعوية. اليوم الحركة الجمعوية في بلادنا كتشكل واحد القيمة مضافة، لأن الدستور مكنها اليوم من آليات ديال المساهمة في التنمية المجتمعية والديمقراطية ديال البلاد، وعطاها واحد العدد كثير ديال، خصص لها واحد العدد كثير ديال الفصول، ولكن مازال خصنا تمكين للجمعيات وخاصة الأجيال اللي كاينة اليوم من القيم ديال العمل التطوعي، من القيم ديال التربية على المواطنة وعلى الديمقراطية، باش يمكن لهم يساهموا في هذه الأمور. ولذلك هذه البرامج الثقافية والاجتماعية اللي الجمعيات يمكن تلعب فيها دور كبير من ناحية القرب ومن ناحية الأجيال المختلفة، لا في الأطفال ولا في اليافعين ولا في الشباب، وخاصة من خلال يعني تمثل القيم الثقافيه والفكريه والاجتماعيه اللي احنا محتاجين لها باش نزيدوا نساهموا فيما تقوم فيه الدوله من اجل تطوير هذه البلاد. هذه الحركه الجمعويه خصنا نعطيوها اعتبار اكثر ونتعاملوا معها كشركاء ونتحاسبوا معها. طبعا اذا اصابت غنقولوا لها مزيان، نزيدوا نشجعوها. اذا اخطات ولو كدير العمل يعني تطوعي، غادي نبينوا لها المكامن ونتحاوروا معها في الموضوع باش يمكن تطور الامور. ولذلك كنبغي نقول باللي بلادنا محتاجه الى حركه جمعويه مواطنه قويه تساهم في التنميه والديمقراطيه وتمكين الاجيال المختلفه من مختلف المناطق الجغرافيه ديال بلادنا بحب الوطن والمساهمه في خدمه، يعني في خدمه الوطن، والثقة أكثر في مستقبل الوطن باش يمكن نحقو العيش المشترك والنماء الجماعي لبلادنا.